توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد وذلك حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية: محافظة القاهرة العظمى فيها 32، الصغرى 24، الإسكندرية 29، 23، مطروح 29، 22، بورسعيد 30، 25، أما محافظة الإسماعيلية العظمى فيها 33 والصغرى فيها 22، محافظة السويس العظمى فيها 33، الصغرى فيها 23، العريش 31، 24، طابة 33، 25، شرم الشيخ 36، 26، محافظة الغردقة العظمى فيها 35 والصغرى فيها 26، الأقصر 37، 24، أسوان 39، 25، الوادي الجديد 37، 25، شلاتين 36، 26، محافظة حلايب 32 هي العظمى، أما الصغرى ف 27. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.